من الرباط ينضم إلينا دكتور رشيد إشريقي، العضو المؤسس لجمعية الطاقة تضامن وبيئة. دكتور، أنا توقفت في الواقع أمام رقم مخيف في سياق التقرير، أن الحمام الشعبي الواحد في المغرب يستخدم يوميا ما بين طن وطن ونصف من الأخشاب. إلى أي درجة هذا النموذج وغيره من النماذج المشابهة تستخدم استخداما جائرا لأخشاب الغابات يمثل تهديد فعلي للغابات في المغرب بالتلاشي؟ في البداية يعني نشكركم على الدعوة والاهتمام يعني بهذا المرفق اللي هو داخل في التراث يعني المغربي. يعني كما جاء في تدخلكم أستاذ وفي تدخلات الإخوان يعني اللي في الروبورتاج، يعني فعلا يعني هذه الحمامات اللي هي داخلة في التراث يعني المغربي تستهلك واحد كمية كبيرة ديال الغابات من الأخشاب يعني الغابات، تقريبا يعني حسب التقارير ديال المندوبية السامية للمياه والغابات تقريبا 10% ديال يعني الحطب اللي كنتجو في العام يعني كيمشي في هذا الميدان. وثاني حاجة اللي هي مهمة بزاف ويعني ما كانش ما طرق لهاش يعني الـ يعني الـ التقرير، وهو الانبعاثات ديال الغازات السامة يعني في الـ في الـ في الطبيعة. يعني تقريبا الميدان ديال الحمامات كيساهم واحد 9% ديال الانبعاثات ديال سام الغابة. وكما جاء في التقرير تقريبا كاين هناك تقريبا واحد 12,000 يعني حمام في المغرب، وكل حي بطبيعة وكل الحال دكتور وعذرا المقاطعة، يعني ليست الحمامات فقط هي من يعني أخذناه نموذجا، لكن هل هناك أيضا نماذج أخرى، مسارات أخرى تهدد البيئة وحياة الغابات في المغرب؟ يعني الحطب كذلك الحطب اليومي اللي نستعمله في الأرياف يعني حتى هو كيساهم في الاستنزاف ديال الغابة. وهناك مجموعة من الإجراءات اللي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط للمياه والغابات يعني من أجل يعني استعمال يعني معقلا، يعني هناك استعمال معقلا للغابة وكذلك ايجاد حلول. يعني هناك من بين الحلول يعني كاين مجموعه الحلول اللي طرحوا مثلا في ميدان ديال الحمامات، ولكن هناك مجموعه ديال حلول اخرى اللي كتشرف عليها المؤسسات الوطنيه وجمعيات وطنيه، وهي ما يسمى بالاستبدال يعني يعني نعم لي فور يعني وسائل الطبخ يعني اللي كنستعملوها في الباديه. طيب دكتور، وأنت متخصص في هذا المجال، إلى أي درجة يمكن أن يسبب ذلك خللا بيئيا؟ ومن ثم السؤال المهم، ماذا فعلت الحكومة المغربية في هذا الإطار من أجل توفير بدائل للمواطن المغربي؟ الخلل يعني يتوضح من المعدل ديال الاستنزاف ديال الطاقه يعني الثروات الغابويه. وكما نعرفوا كي جا في التقرير يعني ديال الاخوان يعني في المندوبيه الساميه للمياه والغابات، يعني هناك استنزاف اكثر من التجديد ديال الثروات الغابويه، وهذا يعني في حد ذاته يعني يكون سبب في الخلل ديال المنظومات البيئيه في المغرب. وكما كتعرفوا يعني المغرب يعني في منطقه يعني شبه صحراويه، يعني مع يعني التساقطات يعني اللي هي ضعيفه، والتجديد يعني درجه التجديد ديال الغطاء الغابوي يعني يبقى ضعيف، والغابه تلعب دور كبير يعني في يعني مجال يعني الحفاظ على الانظمه البيئيه. من الرباط شكرا جزيلا دكتور رشيد إشريقي، العضو المؤسس لجمعية الطاقة تضامن وبيئة.